to the Olympics. Support your team. Support our vision. Leading ahead. ليتيسيا عون 18 سنه وانا حداد 19 سنه، هن صبيتين رح بيشاركوا بالمنتخب اللبناني للتايكواندو بدوره الالعاب الاسيويه لسنه 2018 اللي رح بتصير بجاكرتا. ولنحكي اكثر عن الموضوع معنا سيد جو خوري، عضو مستشار الاتحاد اللبناني للتايكواندو. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اكيد اهميه مشاركه المنتخب اللبناني بهالدوره كثير مهمه، بس يلي كنا عم نحكي تحت الهواء هن انه صبيتين رح بيشاركوا من المنتخب، قديش هيدي الاهميه كمان لازم نضوي عليها؟ صبيتين، لجنة المنتخبات ارتقت انه الصبيتين هن كتير حاضرين وعندهم انجازات. طبعا ليتيسيا عون بال 2016 كانت بعدها بفئة الناشئات، عملت فضية العالم بكنبتا ببطولة العالم احرزتها، وانا عندها مشاركات دولية ومنتخب لبنان وعندها ميداليات بالخارج. هذا الموضوع يتضمن انه لجنة المنتخبات، نحن بالاتحاد كل اللجان الفاعلة تبعيتنا اللي بتشتغل هي بتحضر كل برنامج السنوي. ولما اجا التسمية من اللجنة الاولمبية الموجهة لها كل شكر وتقدير، كانت ارتقت لجنة المنتخبات انه تكون انا وليتيسيا لانه لاعبين هن عم بيمثلوا لبنان، يعني هن هول اكثر شيء كانوا حاضرين. طيب جو ثاقبت انه طلعت ليتيسيا وانا. قديه لبنان يعني عم بيتطور بهيدا المجال توصل يعني لهالمرحله انه عم بيشارك واللاعبين واللاعبات اللبنانيه عم بيقدروا يحققوا ارقام كبيره خارج لبنان؟ سؤال جيد. نحن كتايكواندو اللبنانيه ما غابت عن المحافل الدوليه وخاصه الالعاب الاسيويه من 2006. برونزيه بقطر مع كوزات بسبوس بال 2006، 2010 كمان عنا برونزية مع أندريا باولي، وبال 2014 كلهم سيدات. هلا بيطلع لك ياسر داري كمان برونزية. يعني بآخر ثلاث مسابقات للأسياد للألعاب الأسيوية لبنان كان دايما عم يتوج، وعلى أمل كمان قريبا نتوج. عم نشوف مشاهد من بعض مباريات بكل الأحوال. قديش في أهل أو صار في وعي عند الناس على أهمية الرياضة، وخصوصا انه عم نشوف البنات بمارشال ارت، يعني صح صار درج كثير. ما بعرف اذا في عائله التايكوندو عائله كثير كبيره، هون امتحانات للترقيات للاحزمه السود بيخضعوا لامتحانات اللاعبين، وفي ببرنامج التقديم للحصول على الحزام الاسود درجه اولى ثانيه ثالثه او البوم للصغار، عمليه التكسير مثل ما عم بتشوفوا. هيدي من مده شهر صار الامتحان، كان في 101 مشترك ومشتركة عم بيقدموا من فئة كل الأعمار. في أهل صاروا عم بياخدوا الحزام الأسود. عائلة التايكواندو عائلة كتير كبيرة، صارت من سنتين لهلأ كبرت فجأة، عملت بومينج بلبنان نتيجة الرؤية تبع الاتحاد اللبناني اللي بيترأسه دكتور حبيب ظريفي. كلنا عم نشتغل، كلنا واحد، ما عنا شيء إلا إعادة مجد التايكواندو عن جديد بعد فترة ركود قطعت سابقا من 2012 لل 2016 وسوء إدارة من أمانة السر جورج زيدان. هلا رجعت ورجعنا قبيناها كتر خير الله. الشهر الجاي كمان لبنان رح يستقبل بطولة على مستوى عالم، إذا بنحكي أكثر بتفاصيلها. 21 22 23 أيلول الحدث الكبير، لبنان على بطولة بيروت أوبن، بيروت المفتوحة جي 1 يلي هي تماما بتوازي البطولات الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي، مجمع نهاد نوفل. اشتراك من كل بلدان العالم عم بيسجلوا دريز أونلاين، لأنه بيفوتوا أونلاين عم بيسجلوا. أمانة السر بالاتحاد متابعة كل الأمور لأنه فتنا على التايم زون تايم القريب كرمال هاي البطولة الدولية اللي عم بتصير بلبنان. متأملين حضور كتير كبير من كل بلدان العالم، لأنه أوريدي أمريكا أستراليا أكيد الدول العربية الأشقاء كلهم سجلوا كل هيدا، وبلشوا الأوروبية خلصوا سكادجول تبع البرنامج تبعهم وجايين، لأنه جي 1 بتساعدهم كتير. لعبة التايكواندو أو لعبة التايكواندو كتير بتهتم بعملية التنقيط للأولمبيكس، تنقيط الألعاب الأولمبية. نعم. أوكي. بين 19 و22 بإندونيسيا قديش حظوظهم كبيرة أنا وليتيسيا؟ أنا متأمل خير، لأنه يلي بيتابع عن قرب كيف كانوا عم بيتمرنوا تحضير البدني والفني مع مفروض يتمرنوا كل يوم؟ أكيد مش مرة بالنهار، كمان أكثر من مرة عم بيوصلوا لثلاث مرات بالنهار مع تحضير لياقة بدنية كتير عالية. ما تنسي بدي أقول شغلة، لبنان عم بينافس
بعقر دار الالعاب صح باسيا عم تعملي ميداليات يعني نحن على الطريق الصحيح لبنان أوكي. كتير منيح كتير قوي. انت قد من اي عمر بلشت تتمرن؟ كان بعدني فايق 14 سنه. وجربت شيء رياضه غير التايكوندو؟ جودو كاراتيه او الاشياء القريبه بارالال؟ عمل جودو كمان. استعملتها شي مره خارج اطار الحلبه بمشكل؟ تكون صريح اكثر من مره. هلا اصلا بنشوف دائما في اتجاه من الاهل خاصه انه بناتهم يتعلموا هول الرياضات للدفاع عن النفس. كمان اذا رايح في كثير توجه في يعني توجه بس تسال الاهل ليش exactly. اذا بتروحي بتسال الاهل يلي عندهم بنات بتلاقيهم العاطفه الجياشه تبعيتهم نحو الانثى كثير انه تدافع عن حالها. مشكل بالشارع حدا تعدى عليها حدا ياخذ لها الجزدان او شيء. بس تتوصل الى هاي المرحله في شيء كثير مهم التايكواندو هو الفكر. لما تتحضر ذهنيا كل شيء بيصير هين. هي في فلسفة الذهن بيتحضر فلسفة التايكواندو it's a way of life. من هونيك ورايح بيصير اللي عم بيتدرب ما عم دربه بتصير في تليباتي ترارة تشوفه بمحل انه ما يفهموا على بعض شيء جدا يعني هون رقع. اهمية كمان انه مدرب واحد يرافق الشخص. دايما رئيس الاتحاد عنده شغلة بالمؤتمرات بيقولها عائلة أولادنا هي عائلة التايكواندو تيكونوا كلهم صحبة بفكر التايكواندو على الطريق السليم والصحيح. هذه كتير مهمة كتير منيح. نحن بدنا نقول جود لك لأنا وليتيسيا إن شاء الله بيرجعوا حاملين ميداليات ذهبيات وأكيد الهدف هو لبنان كل أكيد. ساعة وكل دقيقة كتير منيح. أهلا وسهلا فيك سيد جو خوري عضو مستشار الاتحاد اللبناني للتايكواندو. يعطيكم العافية ضلوا بهالهمة. نحن رح نتابع حلقتنا ومننتقل إلى مترو المدينة اللي استضاف إعادة لعرض فيلم ابن بابل للمخرج محمد دراجي. النشاط أتى بدعوة من جمعية أكشن فور هوب ونادي لكل الناس. تقرير ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي أنه بعض السجناء الذين كانوا محتجزين في سجون جنوب العراق. من بعد 10 سنوات على عرضه أول مرة بلبنان ومن بعد ما جاء العديد من المهرجانات العالمية وترشح وفاز على العديد من الجوائز تم إعادة عرض فيلم ابن بابل أو Son of Babylon للمخرج محمد دراجي بدعوة من جمعية العمل للأمل اللي تأسست عام 2015 واللي بتعنى بتعليم وتسقيف اللاجئين خصوصا اللاجئين السوريين بلبنان والأردن بتقديم ورش عمل سقفية وفنية. فدعيت هالمرة محمد دراجي إلى لبنان لتقديم ورشة عمل بمدرسة السينما بالبقاع بالإضافة لعرض فيلمه. فيلم ابن بابل يتناول موضوع مهمة وهي الرحلة والبحث عن المفقود، وبما أنه الوضع السوري والوضع العراقي وأيضا في السابق الوضع اللبناني يخصنا هذا الموضوع وموضوعة الحرب وموضوعة المفقود، فكانت أفكار متبادلة ووصلنا إلى أن نعرض في قاعة مترو. ليسوا زوبوا من الله با هتي وخوي وتي باكم شوفوا عسكري كواتب باقي لبنان صدامه. عندنا مدرسة للسينما بتقدم برنامج لتعليم السينما لمدة 9 شهور الأساسيين، وبعد 9 شهور بعد التخرج بنقدم لهم فرصة التطوير الاحترافي كمان عن طريق ان هم يشتغلوا على مشاريع افلام يتم تطويرها ويطلبوا منا نمولها بشكل تنافسي واحنا بنختار. مخرج مثل محمد دراجي كبير وعنده هالخبرة مثل ما هو بيقول جبارة، عن جد هو خبرته كتير جبارة مقارنة بأي حدا تاني احنا تعمل معه سابقا، فكتير كتير استفدنا منه، تعلمنا أساسيات فعلا أكاديمية بشغل السينما. بالتنسيق مع نادي لكل الناس وبمبادرة من جمعية أكشن فور هوب أو العمل للأمل تم عرض فيلم ابن بابل بحضور المخرج وتلميذه لواكب ورشة العمل اللي قدمها خلال أسبوع على مشاريع أفلامهم الروائية. مشاريع طرحت نفس موضوع الفيلم، موضوع المشردين والمهمشين وحالتهم اليوم الاجتماعية والسياسية. عملنا هالإيفنت وتستفيدوا أكبر عدد ممكن من الجمهور اللبناني يشوفوا شيء عن العراق خاصة بعد الأزمة العراقية لهلا بعد ما انحلت، ونقارن شو عم يصير بلبنان وبرا. فهذا النمط من الأفلام بيحمل قضية
وهيدي القضية ما زالت حتى اللحظة بالعراق وبأكثر من بلد عربي كمان موجودة، اللي هي اللي انفقدوا خلال الحرب. هلأ نحن بورشة محمد الدراجي عم نعمل كمان فيلم روائي، أختي هي المخرجة وأنا مساعد المخرج. كفكرة وكشي عم يعملوه كتير شي ناجح وكتير شي حلو، وخصوصا أنه هلأ الشباب كشباب هلأ عم يشتغلوا كتير على شغل الفيديوهات بالأفلام القصيرة. أوديك البابل.